خير. أهلا وسهلا بأفراد هالعائلة يلي بتجمعهم الصداقة والتقدير والمعرفة لرئيسة جمعية إنماء الشعر والتراث بأستراليا الدكتورة بهية أبو حمد. بنزقف لها زقفة كبيرة. صاحبة الكتاب وصاحبة الدعوة. الاحتفال ببلش بالنشيد الوطني اللبناني يليه النشيد الأسترالي نرجو الوقوف. قبل ما نبتدي احتفال توقيع الكتاب وتكريم المكرمين، لأنه يمكن حظي حلو أنه بعرف معظم أو كل الوجوه اللي موجودة، هالعائلة المميزة عائلة الأدب والثقافة، برحب فيكم باسم دكتورة بهية، باسم الشاعر الأستاذ شارب البعيني كمان، باسم الثقافة والأدب والتراث، باسم كل شيء حلو بلبنان راح على استراليا، وكل شيء حلو من استراليا بيجي على لبنان. هالدولتين يلي عشقوا بعضهم وبيكملوا بعضهم بالشعب الموجود بالدولتين. برحب بالكل، يعني غير ممثل صاحب المعالي راعي الاحتفال معالي الوزير محمد داوود، ممثلا بالدكتور علي الصمد. اهلا وسهلا فيك، بنزقف له زقفه كبيره. سعادة السفير جورج غانم، أهلا وسهلا فيك كمان. حضرة العميد رئيس رابطة محمد آل محمد، العميد إيميل محمد كمان، رئيس تجمع الوطني للثقافة والبيئة والتراث دكتور أنطوان أبو جودي، الأستاذ أنطوان غندور، مدير أسرى اليونسكو الأستاذ ليمان خوري، معلم لي بالي مع الدور، يمكن كلكم قيمتكم كبيرة بقلبنا، نقيب الشعراء اللي كتير عم يضحي بشعراء الزجل، أستاذ جورج أنطوان أهلا وسهلا فيك، أستاذ أنطوان سعادي، دكتور ياس خليل، أستاذ عادل خديش. شو بدنا نقول لك، أهلا لست سوزان بعيني الأديبة الكبيرة. أستاذ أنطوان غندور كمان، معهد الأبجدية والأبجدية بجبال، أستاذ سامي والأستاذ سمير حداد، مين كريستين معروف،
انا بدي احكي لانه في تحيه للي ما قدر يكون معنا، ست كريستين معروف مجلس النواب، اهلا وسهلا فيك. هون كنت راح احكي لانه دوله رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه البري، كان الاستاذ بلال شراره راح يمثله هون، بس تعرض ل ل اضطر يفوت على المستشفى. بنبلغ التحيه، بنبلغ التحيه، وهلا ببعث له رساله معك لدوله الرئيس بعد شوي. اكيد بكل الاصدقاء، بكل الحضور، بهالعائله اللي جمعتها الدكتوره بهية ابو حمد، خير بدايه للفتي كريمه لكلمه غاليه لشخص بده يمثل راس الدوله، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي بيقول له من ساعة الفيها وصل على القصر صار الوطن عنده حلم وسياج، من ساعة الفيها وصل على القصر صار الوطن عنده حلم وسياج، وصار للمال دواء في علاج، وصفى عمدة ايد يوم النصر، والارز على العرش وعلى راسه تاج. تحية وكلمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، بيلقيها الممثل عنه تيحكي الكلمة المحامي ناجي بوانتون. أنا بس بدي أقول الكلمة، أنا مش ممثل فخامة الرئيس، بس للتوضيح. حضرة الدكتورة بهية أبو حمد المحترمة، رئيسة جمعية إنماء الشعر والتراث في أستراليا، تحية طيبة. وبعد تلقى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون دعوتكم لحضور حفل توقيع كتابكم بعنوان شارب البعيني منارة الحرف، الذي تقيمونه في يوم الجمعة في 14 حزيران 2019. في هذه المناسبة يسرنا أن ننقل إليكم تهنئة فخامة الرئيس وتقديره لعملكم الراقي وفنكم الأدبي المميز، وتمنياته لكم بالتألق والارتقاء في مسيرة العطاء ونشر المعرفة وتحفيز القراء على تعزيز الثقافة ودوام الصحة والنجاح. مع المودة دكتور نبيل شديد، مدير عام المراسم والعلاقات العامة في قصر الجمهوري. شكرا وتحية. ست كريستين، تحياتنا لدولة الرئيس والتمنيات للأستاذ بلال شرارة. وبقول لك إنه بعقله النبيه بيرصد اللي بيصير، ولا مشكلة عخبرته بتصعب، محط إيده الحل ما بيقرب، مسطر ملاحم تنمية وتحرير، وانصار بلبنان حل كبير بيكون من كمه سحب أرنب. تحياتنا لدولة الرئيس، رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. بسدني الثقافي، سيبني الثقافي عزها ما له حدود، بهمة سفيرتها بهية بو حمد، الشاعر الكبير الدكتور يحيى السماوي سماها سفيرة الثقافي، ومظبوط سفيرة الثقافي، تحية لألو. بسيبني الثقافي عزها ما له حدود، بهمة سفيرتها بهية بو حمد، ولولا الثقافة بلادنا ما لها وجود،
ومعلقة الأمال عم محمد داود ومتجسدي باللي راح يقوله صمد. كلمة راعي الاحتفال معالي وزير الثقافة الأستاذ محمد داود يلقيها ممثله الدكتور مدير عام وزارة الثقافة دكتور علي الصمد. زقفة كبيرة. مساء الخير. كلفني معالي وزير الثقافة أن أمثله في هذا الاحتفال وفي هذه الأمسية الرائعة التي تجمع لبنان الاغتراب إلى لبنان الوطن والأم في رحاب منارة الحرف المشعة. نقف حيارى بإزاء علمي المبدعين ويلح على الذهن السؤال، على من نتكلم؟ نتكلم على المؤلفة المكرمة قرينها في عالم الإبداع، أم نتكلم على المكرم عميد شعراء المهجر الأسترالي ذلك النجم الذي لا يخبو ضوءه منذ 50 عاما، بل الشعلة إلى مزيد من توهج. دكتورة بهية أبو حمد والأديب الشاعر معلم الأجيال شربي البعيني، بقدر ما يشغلان الساحة الاغترابية الأسترالية وما يتعداها، ها هما اليوم بين ظهرانينا يشعان في الوطن الأم، يقصان علينا حكاية نجاح نموذجية لاثنين من بلادي بهما فخارنا والاعتزاز. عمن أحدثكم هذه العشية؟ أو أحدثكم عن عميد الأدباء والشعراء اللبنانيين في المغترب الأسترالي وقد مضى على هجرته زهاء 50 عاما صرفها وهو يغذ السيرة في عوالم الأدب والشعر وأحياء التراث اللبناني. أو أحدثكم عن غلته الوفيرة 50 مؤلفا وكتابا إلى عشرات المقررات المدرسية المعتمدة في مدارس أستراليا. أحدثكم عن غلته الوفيرة 50 مؤلفا وكتابا إلى عشرات المقررات المدرسية المعتمدة في مدارس أستراليا، إلى الأعمال المسرحية المتعددة، إلى ما كتب فيه وعنه من شهادات، وليغدو نجما ساطعا في الفضاء الاغترابي وعلامة فارقة من علاماته. شربي البعيني ابن مجدلية صغرتا الزاوية هاجر إلى أستراليا فلم يكن عبئا على البلد المضيف، بل دخل إليه محصنا بزاد علمي وثقافي وأدبي، دخله رافع الرأس وليبدأ مغامرة لا زالت فصول مجدها تتوالى فصلا إثر فصل، والمسيرة مصعدة في مراق النجاح ومعارجه. وأما عن القطب الآخر في دنيا الاغتراب اللبناني والعربي، فحدث إذ للحكاية الجميلة فصول لا تنتهي وليس من ختام، هي ظاهرة بل نعمة من الله من بها على مغتربينا، فكانت راعية الأدب والشعر والثقافة والحراك الفكري من دون منازع. حدث عنها سفيرة للسلام العالمي، حدث عنها رئيسة لجمعية إنماء الشعر والتراث وصاحبة صالون بهية أبو حمد الأدبي، وحدث عنها دوحة ظليلة يستظل فيها الأدباء والشعراء والمثقفون، ولتغدو بحق حارسة التراث اللبناني والعربي في عوالم الأدب والشعر والمنتصرة لقيم الحق والخير والجمال. وحدث عنها
حائزة منذ أيام معدودات وسام أستراليا من قبل الملكة إليزابيث الثانية، فمبارك لها هذا الفوز المعركي. ومن فك الدكتورة أبو حمد تزيد من وتيرة حراكها الثقافي، تحدوها محبتها لوطنها لبنان بجناحيه المقيم والمغترب، ولتبقى محضن لكل التظاهرات والفعاليات الفكرية والثقافية والاجتماعية الراقية التي يشهدها الاغتراب اللبناني في أستراليا. أيها الأحباء، اليوم تطل علينا المحامية الأديبة الدكتورة بهية أبو حمد بكتاب تتناول فيه قطب شعراء المهجر الأسترالي، مضيفة حلقة هامة إلى سلسلة المؤلفات التي تحيي تراث شاعرنا شبل البعيل، وذلك من قبيل الاعتراف بدوره الوازن في الأدب الاغترابي المهجري، ويأتي ذلك من باب التكريم أيضا، التكريم الحقيقي، ذلك أن التكريم بالحرف المشاع والكلمة المضيئة يبقى على الزمن. مبارك لنا جميعا هذا المؤلف الذي نحسبه رائعا، إذ لا يصدر عن مبدع إلا ما هو بديع ومبهر. سلم قدمك دكتورة أبو حمد، عساك باقية عميدة الفكر والثقافة في المغترب الأسترالي، تنتصرين لتراثنا اللبناني والعربي في جميع الحقول. أيها الأحباء، نأتي إلى بيت القصيد، إلى دورنا كوزارة ثقافة لجهة العلاقة مع لبنان المغترب من بوابة إحياء الثقافة وسائر الفنون، وفي تمتين عرى العلاقة مع مغتربينا لا سيما الذين يصنعون للبنان مجدا. في هذا المجال وفي ظل تفعيل العلاقة التواصلية القائمة على قدم وساق بين جناحي لبنان التي نشهد في هذه المرحلة، حيث تقام المؤتمرات الاغترابية، وبما يعزز الحضور اللبناني الاغترابي، نعدكم بأننا في وزارة الثقافة سوف نجهد في توفير ما نستطيع من إمكانيات متاحة فنوظفها في تكريس مزيد من التفاعل والفعاليات بيننا وبين مغتربينا في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والفنية. ختاما، لا يسعنا إلا أن نبارك مجددا للدكتورة بهية أبو حمد ولشاعرنا وأديبنا شبل البعيني هذا المؤلف، متطلعين إلى منارة أبجديتنا تشع حروفها في مغترباتنا شعلة، تحملانها وسائر المبدعين حتى الرمق الأخير. عشتم وعاش لبنان بجناحي المقيم والمغترب. أشكر الدكتور علي صمد على الكلمة، ونشكر أكيد معالي الوزير محمد داوود على لفته الكريمة. بنرجع نقول له من حد ركز من حمى الشحرور، مخاوى خليل ومخلص الأسعد، مربى مثل موسى بوكر سور، والبطرس وإدوار شو تودد، مقاسم طليع النهر والعصفور، ومع زين شعر خالد مخلد وحنى وأنيس وجريس المشهور، هو ورعد والسيد وأحمد هيب. هيدا النقيب اللي بالتعب مجبور، الزغلول شلو بالقلب مقعد، عمره المجد شعر الزجل مندور، وبجيران الإقلاع الحكي عمد، فضله على شعار عم بيدور وعقصايده المنابر بتشهد. كلمة
رئيس نقابة شعراء الزجر في لبنان النائب الأستاذ الشاعر جورج بوانتون. دكتور علي، دكتور علي بالعلم علية رايتك، سجلت بكتاب المبادئ آيتك، وكل من فتح بالشعر عالإلهام باب بيكون مستهدي عنور مرايتك. برهنت لشيوخ الكلام وللشباب الإخلاص نهجك والثقافة غايتك، مش بس بدو رعايتك حرف الكتاب، كل من بيقرا كتاب بدو رعايتك. سجل يا تاريخ ويا أقلام اكتبي، نحنا خميرة شعب هالكون الأبي، نحنا شعب حافظ على الكلمة وصمد، شلنا الثقافة والحضارة من الخبي، وكل من كتب كلمة وعلى الحرف اعتمد بيكون جاي إلها للموهبة، مثل ما قالت بهية أبو حمد، الإلهام بدو شاعر يضوي الحروف، التاريخ بدو كتاب يغني المكتبي. كل من كتب كلمة وعلى الحرف اعتمد بيكون جاي إلها للموهبة، مثل ما قالت بهية أبو حمد، الإلهام بدو شاعر يضوي الحروف، التاريخ بدو كتاب يغني المكتبة. يا بيت المعنى انت منا، وما اجملك لما بتتغنى وبتنكتب من اقدر الستات اللي بيكبروا تاريخ موطننا. الدايش كانوا بيعملوا الحفلات لو مثل باهية بعد عنا، اللي بيألفوا للشعر جمعيات وبيقدموا للموهبة شهادات وبيسهروا عبيت المعنى. يا شرب البعيني انت عنوان للكلمة يلي عم بتوعدني، بدها توعى الفكر بالإنسان وبالعلم والخبرة تزودني. الكلمة الغنية الكلها إيمان، قالت الكلمة كلها إيمان، الجاي عدرب النور تاخدني، تموس وعى الحرف بلبنان وشرب المنارة حولوا بسدني. قالت الكلمة كلها إيمان، الجاي عدرب النور تاخدني، تموس وعى الحرف بلبنان وشرب المنارة حولوا بسدني. ويلي القصيدة رسمت إلها قطر وفلشت منها النور عدربي، ضليت تعصرها تصارت قطر وسجلتها بمجلة الغربة. انت هجرت واسكنت أبعد قطر وضليت شرقي مصر غربي، من قصايدك من بيقرا سطر بيحس انك عايش بلبنان وبينسى انك انت بالغربة. ما بعرف
ليش بس ينذكر اسمه بين الشعراء بيختصر اسمه كل شعراء الماضي والحاضر من العصر الجاهلي للعصر الحديث. وبيخطر عبالي دايما اقول له من البحتري وقيس وابي تمام من الاخطل والطيب وعنتر وكعب وزهير وعمر والخيام صيخ زجل لبنان بالجوهر. شاعر اذا بينظم بدق اجراس وبيرقص نجوم السما عالراس بيمسك على الدبكي ابو النواس وبيكسر الريشي وبيكب الكاس وبيقلهن روحوا جيبوا لي الياس. طالع عبالي اسمع واسكر مع الشاعر المدهش الاستاذ لياس خليل. محمد داود، تحية للدكتور علي الصمد، تحية للدكتورة بهية، تحية لسعادة السفير جورج غانم صديقنا وحبيب قلبنا، تحية لجميع الشعراء، تحية لنقيب الزجل اللبناني. أقدم هذه الكلمات ليست بقصيدة وربما كانت كالشعر الجاهلي بيت من قصيد للشاعر الياس خليل، بقدمه باسمي وباسم رئيس جوئة المسرح الشاعر الصديق أنطوان ساكي. يا دكتورة بهية بكل حارة، إلك بيت وإلك صرح وعمارة، ضمير المعرفة بمجدك تهنى وجمع فيك السقافي والشطارة. عطيت الفكر أكثر ما تمنى مشاعل للتراث وللحضارة، ورفعت العدل عشفار الأسنة وجبرت الدهر يوقف على الإشارة. وبسدني الشعب هبفضلك تغنى ما بنسى كيف زرناكي زيارة، حضنت الشعر والليالي المعنى وفتحتي للزجل قلبك صفارة. والاستاذ شرب الشخص منا بعيني وشايفه بعيني عبارة، منارة حرف من عده بوطننا، وانتي مثل قدموس الجبيلي حروفك بحر ودماغك منارة. يا دكتورة حضور الفكر سايد، غني الأخلاق والسمعة الحميدة، عزمنا الناس وفلشنا الموايد، طلعت سفرة الكلمة مديدة. قبل اليوم جمعت الحصايد وكانوا إقلامك مناجل حصيدي، ولأنه كان خير الفن زايد طموحك كرم مواهب عديدي. أفضل اسكت وابقى محايد وما انظم مقطع بفكرة جديدة، بعد هالعمر غيرت العوايد، ما في اليوم انظم لك قصايد، ما انت أجمل وأروع قصيدة. بأسوأ ظروفي شفتك بقربي وحملت عاين بوعك القربي،
ولو ما سكبت المي للعطشان كانت بصدري مشلش الحرب. يا حكاية الإبداع بالإنسان يا جنينة الإلهام ع دربي، كتابك رجع غربي على لبنان، إن شاء الله الوطن يرجع من الغربة. كتابك حكي عن شربل بعيني، برعم بقلبي وزهر بعيني، والحرب فكر يستغل الظرف حتى الكلام يرجح العيني. يا بارع بعلم النحو والصرف اقسمت القواعد بينك وبيني، ومطرح ما بيدوخ الوحي بالحرب من كل صحراء بتخلقي واحة وبكل بيت بتزرع جنيني. مبروك يا دكتور، وشكرا لكم جميعا. ما بنسى كيف الدكتورة كرمتنا أنا وأنطوان سعيدي والنقيب جورج بوأنطون والجنرال أمين أبو حماد، واستقبلتنا مع سعادة السفير بالقلب والروح والأخلاق، فكانت وطن أينما كانت. شكرا أستاذ إلياس. ما بعرف أي بيت أو أي مقطع رح يلحنه الأب جان جابور، يعني استفقدنا لنغمات عودك الليلة، تحية لك. كمان تحية لدكتور مصطفى الحلي ودكتور محمد عثمان، للشيخ مروان يونس، للإعلاميين الموجودين معنا، للجميع. شو بدنا نحكي؟ الأدب، تربية، تعليم، الإدارة، الوطنية، الاهتمام بالفكر والثقافة، العزة، الكرامة، البسمة، الفرح، كل شيء حلو من الحصن للميدان. كلمة شمال وكلمة مجدلية وكلمة صغرتا وكلمة قلوبنا الأديبة سوزان بعيني رح تحكي. من صلاة أمي. ليلة أمس وعند العاشرة اتصل بي كاهن الرعية المفطار الأب عفوت جبرايل ومنحني شرف تمثيل بلدتي الحبيبة في هذا المهرجان الرائع. فكاهن الرعية السابق الأب عطوان بعيني وكاهن الرعية الحالي منهمي كان بواجبات دينية ملحة، والمهمة تقع على عاتقي أنا ذات عم الشاعر الملهم شرب البعيد. المهمة شاقة ولذيذة، شاقة لأن الكلام في حضرتكم مسؤول، وأنتم جمع مبارك أهل أدب وفكر ومسؤولية، وعلي انتقاء الكلمات. ولذيذة لأن الداعية إلى هذا الحفل حورية نذرت نفسها في سبيل الكلمة المسؤولة، ووفاء للغة العربية وأدابها، ولتحمل المهجر الأسترالي إلى وطنها وتحمل وطنها إلى العالم. الأديبة الدكتورة بهية أبو حمد حفظها الله وأطال بعمرها. المهمة لذيذة لأن من نتكلم عليه قامة تجاوزت الأفق، تخطت العمر وطاولت القمر.
شرب البعيني غادر قريته مع أهله في ظروف الحرب القاهرة، إنما بقيت جذوره تمتد في كل أرجاء الوطن، وبقي اسمه أغنية في البال. فتى يافع أحب الأرض والناس، وطرز مراويل التلميذات بأشعاره الندية، تسلق أشجار الكينة في باحة كنيسة السيدة، ونثر على أغصانها أشعاره، فظن المارة أن القديسين يتلون صلاة المساء في الكنيسة، فمجدوا الله. حمل دفتر أشعاره الصغير إلى سيدني، فأصبح الدفتر دواوين تروي حكاية الوطن الضائع وتصرخ إلى الله مأساة الإنسان، حتى غدا عميد شعراء المهجر الأسترالي. شحذ قرائح عديدة وألهم كتابا وشعراء، فكتبت فيه مجلدات، ودعم بحفلات تكريم وتعظيم في وطن ثاني أستراليا. إنما بقي الوطن الأم غصة في قلبه، وبقي هو ذخيرة في قلب الوطن. أنشأ جائزة وميداليات، وقد كان لي شرف الحصول على إحداها يوم سعدت بزيارة الأهل في سيدني عام 2012. أيتها السيدة العظيمة، يا سفيرة السلام والشعر والوفاء دكتورة بهية أبو حمد، تكتبين عن شرب البعيني وتدعين، ونحن نتابعك ونتبعك إلى آخر الدنيا. لا الدرب الطويلة ولا شجون البلد الأمنية والاقتصادية تمنعنا من التحلق حولك، وأنت تمجدين ابننا الحبيب شربل وبلدتنا العزيزة مجدلية. أصوغ لك في هذه الأمسية لا عقودا من ياسمين ضيعتي، بل كلمات شكر وحب ووفاء تليق بقامتك الفريدة، وأقدمها لك باسم كل فرد من آل بعيني وكل محب من عائلة مجدلية. أبارك لك ولنا كتابك النفيس شرب البعيني منارة الحرب، الذي يضيء أكثر فأكثر على إرث عميد شعراء المهجر الأسترالي، والذي يفني المكتبات والسفارات واللغة ويغنينا. حفظك الله منارة حفظ عائلتك، حفظ نقابة شعراء الزجل في لبنان وجمعية إنماء الشعر والتراث في أستراليا. حفظ الله معالي وزير الثقافة وممثله الأستاذ علي الصمد. حفظ القائمين على هذه الوزارة، حفظ راعي الاحتفال، حفظ بلدة صغبين وبلدية جديدة المتن، حفظ أستراليا البلد المحب المضياف، وحفظ عريف الاحتفال الأستاذ أطوان عكابي، حفظ السامعين جميعا. كل لقاء وأنتم بألف خير، عشتم وعاش لبنان. شكراً أديبتنا حبيبة قلبنا الأستاذة سوزان بعيني. دكتورة بهية، السنة الاحتفال طلع غالي وعالي لأنه مرق بالقصور، بلش بتحية من القصر الجمهوري، زينت قصر جديدي البلدي، وعم تعيد ذكرى حلوة صارت من سنتين بقصر اليونسكو، نستعيدها مع وجه غالي على قلبنا وغالي على قلبك، صديق موجود معنا بنرحب فيك مدير قصر اليونسكو الأستاذ سليمان خوري، نطلب منه يحكي كلمة كمان. Thank you.
التحيه جميعا. سعاده الدكتور علي الصمد، ممثل معالي وزير الثقافه الدكتور محمد داوود، اهل الفكر، الذواق الكرام، مساء الخير. بدايه يطيب لي ان اعرب عن الاعتزاز والاعتداد والفرح بتقليد الدكتورة بهية أبو حمد وسام أستراليا في مناسبة ميلاد جلالة الملكة إليزابيث الثانية، فهنيئا لها، إنه تكريم مستحق. السيدة والسادة، عنوان كتاب الدكتورة بهية أبو حمد شربل بعيني منارة الحرف يستدعيني إلى أن أقيم ربطاً مع قدموس ناشر الحرف، وهو الذي أطلق الأبجدية المبسطة من شواطئ فينيقيا إلى رحاب العالم القديم، أي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، في سعي ليعولم التواصل بين الأمم ويسهله، وبالتالي يعمم فوائده على المسكونة جمعاء. إذن من معيني ومنهل هذه المقاربة يحلو لي الربط بين قدموس من جهة والثنائي أبو حمد والبعيني من جهة ثانية. فكلاهما أبو حمد والبعيني حمل وجدان لبنان بكل قيمه ليسبغاه بكل جدارة في أحد أركان العالم الجديد، أعني أستراليا. فهذه النفحة الطالعة من أعماقهما هي علامة على الانتماء الأصيل لمشرقيتهما، وتعبير خالص عن هذا الشعب المتصف بالانفتاح والمتسم بالخلق والإبداع. كما يسجل أنهما خطا مسارهما وتطلعاتهما على مثال كوكبة الشعراء والأدباء والمفكرين في عصر النهضة، الذين حملوا مشعل الشرق إلى الغرب بما فيه القارة المكتشفة، فأغنوه وأثروا الحضارة الإنسانية. وهذا أمر يوسم بالموقف الجلل، إذ إن السياق العام للانخراط في العالم الجديد هو انصهار ثقافة الأمم الآتية من مشارق الأرض ومغاربها في كنف الأنجلوسكسونية أو الفرنكوفونية بما فيها اعتماد لسانهما. السيدات والسادة، إن هذا الاحتفال في بلدية جديدة المتن المتمثل بتوقيع كتاب باللغة العربية لأديبة لبنانية مقيمة في أستراليا، عن شاعر زجلي وفصيح لبناني مقيم في أستراليا، يحدون إلى شيء من النأي عن اعتبار أنهما مهجريان، إذ إنما أوجدا لنا قناعة ثابتة بأنهما رواد فيما يجدر أن يكون أدب لبناني وعربي في الانتشار، إذ ليس بهاجر من تترسخ فيه الجذور ويصون مخزونا من الكنوز موروثا. فاللغة باللغة المحكية اللبنانية أو بالوزن الخليلي، أما اللسان فعربي، والفكرة أو الموضوع نابت من لبنان بمشرقيته وعرقته وتراثه وبيئته، كما في آماله وتطلعاته. ختاما، بورك لك دكتور بهية أبو حمد صدور هذا الأثر الثقافي الرفيع والقيم على أمل المزيد من المنارات، ودمت سيدة رائعة متألقة في التواصل والتآلف والدبلوماسية والإقدام، ومتميزة في نشر الفكر اللبناني والعربي، ومتميزة في حمل جذوة الروح الوطنية اللبنانية الأصيلة النقية الصافية
المعطوفة على حس الانتماء والولاء لوطنك الجديد أستراليا. دكتورة بهية، إنك شخصية فذة بهية، لك كل الاحترام والتقدير، بك نعتز وشكرا. شكرا أستاذ سليمان خوري. أنا بدي أحكي كلمة للصغبين، أحكي معها مش كضايعة، كإنسان. لما تعرفت على الدكتورة بهية بأستراليا، وما في لزوم وضح أو فسر أو اشرح، لأنه كل الموجودين بيعرفوا شو معنيت الدكتورة بهية أبو حمد بأستراليا. سألتها من وين، لأنه كل لبناني بده يسأل اللبناني التاني من وين. قالت يا بيرجون من صغبين. كل المقامات تبع الموسيقى الشرقية وكل جمال الحروف اللي بتطلع من القلب شفتها بكلمة وسمعتها بكلمة صغبين لما طلعت من دم دكتورة بهية أبو حمد بأستراليا. ما بعرف إذا رئيس رابطة آل أبو حمد سيدة العميد إيميل أبو حمد بده يقول شيء باسم صغبين للدكتورة بهية. المنبر لك. دون حضوره فهذا ذروة الإخلاص والتقدير.
أمثالك قلة لا بل من النوادر، لا تبغي إلا المحافظة على التراث والأدب العربي. يعني شعراء المهجر أنت اللي افتتحتي لهم، الشعراء بأستراليا ما وراء البحار أنت افتتحتي لهم، أول ما افتتحتي لهم أنت وقدرتي لهم وطلبت دروعة من وزارة الخارجية ومن وزارة الثقافة، وتعبتي لحتى سمعتي الشعراء اللي كفؤين وكرمتيهم. يعني هذا الشاعر عم يتكرم براس بلده بالاغتراب، قديش بحس؟ شو بحس؟ انه بلده بعده فايق له، دولته بعدها بتسال عنه. هذا عز. اتوجه اليك لاقول انت مناره العلم وضوء الوهاج، يشع على العائلة ولبنان والدول العربية من أولها إلى أقصاها. عشتم أيها السيدات والسادة وعاش لبنان. وإلى مزيد من المعطاءات الأخرى. جنرال أبو حمد، شكراً على هالكلمة اللي كلها عطفة، ونقول لك إنه مش بس سيادتك خيّة للدكتورة بهيه، يمكن أكثر إنسان عنده إخوة أدبا وشعرة هي دكتورة بهيه أبو حمد، كلنا أخوتك، وهيدي الموجودين هون أكبر شاهد على كلامي. من بيميز شعر الشاعر شرب البعيني اشياء كتيرة، منها لفتتني خفة الظل والهضامة. وفي شاعر من شعراء الزجر بلبنان انا بحبه وبحب شعره، ولما بيكون بالشمال في سهرة لجوة المسرح واكيد بده يكون عرض الخديج مع الياس خليل وانطوان السعادي، بطلب ما يكون عندي شرف تقدر احضر، لانه غير موهبتهم في محبه وفي صداقه. نطلب منه لانه يتميز بخفه الظل مثل الشاعر شارب البعينه. بعض القراءات، واذا بده يقول لنا شيء بترك الميكرو لاله وعرض الخديج ادى وقدود. شيطر الجنة بسحر الشعر خربط نظام اثنين عقل جهنم شيطن الجنة. ولما هالدنيا انفتح عينين وسحر الخلق جن الطرف جنة، وهالأرض مسكون بمجد صوتين، صوت الله اللي خلق هالكون وصوت شاعر قال نحن هون الكل شي خلق الله عم يغني. فتحت الكتاب على السريع ولفتني حب
الأديب والشاعر اللي بعيني لضيعته بجلية. طلعوا صفحتين، راح أقرأ له صفحتين مغنيين بصوتي إذا بتسمعوا. يا مش الأيام حبتي قيسي، رغم الهنا رغم الغنى بالهجر، الدمع بعيوني والقلب عنار، ما عاد بدي عيش بالهجران، قرفان من كلمة هجر قرفان. ابنك أنا ومشتاق تشوفك، عايش وحيد بغربتي ضجران، مشتاق اتمرمغ على كفوفك وقلك بحبك والقلب فرحان، مشتاق ارجع بوس حروفك واوقف عباب كنيستك ندمان، ساعديني رد معروفك وازرع ترابي بجبل لبنان. يا مش تلي المالك دمي، بعيدك الأحباب ملتمي، ضحكات تمي ريحتني كتير، تركوا الفرح قنطار عاتمي. سنين صار لي سنين ناجيكي، وحوش فرح زين لياليكي، يا مجد ليا كتير محبوبي، غيابك اشتاق لأراضيكي، يا ريت فيي غير دروبي وصل عندك بوس ترابي وازرع حياتي كلها فيكي، وازرع حياتي بوصل لعندك بوس ترابك وازرع حياتي كلها فيكي. من احلى ضيعه جاي شعب محبوب وانسان، مثل النجم مضواي من يوم الكون، اكوان اسمها للمجد مراي وبقلبها ارض لبنان. شكرا لك. يمكن رح نحكي علم، بالعلم في المكان والزمن، بهية الجغرافيا والوقت، بهية الجغرافيا والوقت بتغير حدود الدول بسلاح التفاعل الفكري والتغيير الثقافي، بتغير الوقت بحرارة الهمة وتعدد الاهتمامات. لبنان المقيم بيفتخر بسفيرة الشعر والتراث، ولبنان المغترب بيعتز بالمحامية عن الحقوق والمناضلة لأجل العدالة، السباقة على تكريم المبدعين والرائدة بإيصال رعاية إبداعاتهم وأعمالهم لقلب البرلمانات والحكومات. دكتورة المحامية بهية أبو حمد، رئيس جمعية إنماء الشعر والتراث بأستراليا، مؤلفة كتاب شرب البعيني منارة الحرف، الجامعة هالوجوه بحفل إطلاقه وتوقيعه
الكلمة لإلك. Distinguished guests, ladies and gentlemen, ببدأ مشواري بكلمة شكر كبير من القلب لمعالي وزير الثقافة أستاذ محمد داوود ممثلاً بدكتور علي الصمد. I can't express my feeling, there are lots of words. I'm very thankful for your support and appreciation of my work to preserve poetry and heritage. كل الشكر لحضرتكم وإن شاء الله ربنا بيعطيكم القوة لحتى تكملوا المسيرة. برحب بكل إنسان موجود معنا اليوم، بكل فرد، بكل شخص، كل إنسان اليوم مهم، وكل إنسان عطى وبعده عم يعطي. بشكركم على وقتكم. أنا appreciate your valuable time for being here tonight. Thank you very much. Today, with utmost pride, we are gathered at the precinct of this palace for a noble aim, that is to proudly honor an astute poet who is labeled as a dean of literature in the diaspora, and to utterly present our sincere thankfulness and appreciation for his greatest work and respect to his distinguished achievements and eminent outstanding in poetry. Sharb Al-Baini, he is the one who has been honored today. He is indeed a precious and unique icon from Australia and Lebanon. A man who has excelled throughout the years with his long and rich journey with poetry and literature. أستاذ بعيني كل الفخر والمحبة لك والاحترام أكيد عم تسمعنا من سيدني. اليوم وبكل فخر ندخل هذا الصرح الكريم ومن بابه الواسع الذي شرع أبدا لنشر الثقافة ودعم العلم ومناصرة المبدعين لنكرم مبدعا وقامة شامخة في عالم الشعر والأدب والثقافة. وهامة نادرة أبدعت حرفا وشعرا وقافية وتاريخا عريقا نفتخر به في كل حين. إنه الشاعر شرب البعيني ابن مجدي الأشم. مبروك استاذ شرب. بدي أحكي يعني straight into the book. أول شيء طبعا الإنسان بيخلق ربنا بيحطه بمحل بطائفة معينة بمحل معين ما عنده تشويس. بس نحن لغتنا ثقافي مثل ما قال الجنرال محمد، ما عندنا طائفة وما عندنا دين، عندنا لغة ثقافي. استاذ بعيني خلق ببيت ثقافي. منزل لبعيني ذو عراقة ثقافية ترسخ جذورها في الشعر وقلب القصيدة، وحفرت تراثا أذليا على جذع شجرة قديمة ناجت بأريج أيكها بيارق الأدب. رب بيت قدسته الكلمة وأنارته القصيدة وتمايلت وروده خجلا بين حقول العنبر والياسمين نافحة عطر الثقافة. إنه شرب البعيني الإبن المثقف الذي فارق والدته بيترونيلا كان صغير السن عمدا وظلما. استي شرب ترك لبنان بدموع ولليوم دموع جفت. هي التي اتكأت على حزنا على مصطبة الدار في مجدية ترتشف دموعا مفعمة بجمر الوداع. لقد زرع الفراق جرحا داميا في قلبها. هي التي كانت تردد هو أعني شرب البعيني التاج الذي يرسع جدران منزلي فخرا، هو الضياء الذي ينير قنديل حياتي أملا، هو العطر الذي ينساب في روحي زهوا، هو أملي ورجائي، هو ترتيلة عمري لما الرحيل. ليش يا شربي رح تفل؟ لبنان بده اياك. ركع تحت اجرين امه وقال له مضطر فل. في سياسة كلكم بتعرفوها وانا ما بدي اعرفها بس كلكم بتعرفوها. شاعر بعيني
ألف أو أعطى جائزة شرب العين وكنت السباقة في الحصول عليها وللشرف والحصول عليها سمعت صوتا دافئا يناديني لك عندي بشارة سارة لقد وقع الاختيار عليك من بين عدة مرشحين وقررنا أن نمنحك جائزة الشاعر شرب العين أصغ لقلبي يا إلهي لتسمع نداء شعر أنهكته هموم العمر وزمرت قوافيه وحشة الغربة هذا القلب الذي ينبض شعرا مع كل لمسة أمل وفي إشراقة صباح حمل نسمة داعبت خدود النرجس لتزهر عطرا فواحا ينعش الروح ويبعث الأمل ويدعو إلى المثابرة على العطاء شاعر بعيني وشاعر الغربة الطويلة غربي مؤلمي حزيني بكي ودموع وبعد كل يوم منردد اسم لبنان مليون مرة بيقول الأستاذ بعيني لقد اقترنت بالغربة الموحشة أطوق شوقا إلى قريتي مجدلية إلى أصدقاء الطفولة إلى أجراس الكنائس إلى رائحة الأرض الطيبة إلى الهواء العليل والمنعش إلى عنقود العنب أشقر إلى البيت والجدار ورائحة أمي وأبي إلى الأقرباء إلى العين والمياه العذبة وبيبكي الشاعر الذي يعكس صورة رجل امتلأ بقوة الحياة امتدت جذورها في هامة ثقافية امتدت جذورها في جميع الميادين أرزة شامخة صامدة في وجه العصير والعقبات وردة جورية نفحت عطرا غرد شعرا واسترسل نثرا وديوانا وتراثا بكورة الأستاذ شرب عيني هي مراهقة كتبها كان عمره تقريبا 14 سنة وكلها غزل والشعر الغزل بحبون نسوين تتراءى لنا حبيبة لبعيني متمايلة عشقا ومتراقصة طربا مطالبة إياه بالإصغاء إلى دقات القلب ونور العقل ليتحقق حلمها الذي اكتمل وبدأ مشعا كبدرها الغلسي القامة حضارة شامخة والقد ممشوق والعنق مرموق يتمايل دلعا لرؤية الحبيب والفم مرسوم بجرح الذهبي وجبين عال أشرق من أعالي صرحه نور عشقه المشع والخصر تاريخ والشعر ناعم يتهادى كحرير الملبس على ورد الوجنتين ليدغدغ حنانه ويسكر عشقا من زهو رائحته الفواحة يلطف الخدود المتعطشة للقبل ثم يعود مرفرفا بجناح إلى تأج الرأس شامخا بحبه للشاعر هلأ في عنده حبيبي طبعا وبتأكد أنه الوجد قد أدنى مصيرها وأن الهوى قد لف وهج حبها ليزرعه أرزة في خدود الوطن بيلا معلم البوسي معلم البوسات عخدودك عشفيفك الحمرة وعزنودك وانتو كملوا ما بدي كمل يغمي أكثر من هيك نقود بعدين عنده ثورة على قلبه يثور على قلبه الذي خانه عندما زاد دقات عشقا وتيمنا بحبيبته رغم إلمامه بغرام الشاعر الذي كاد أن يجن معه شو كان بدك يا قلب مني وعارف غرامي رح يجنني بوقف بضربة ما بترمي سلام بقرب لحدة بتبتعد عني جفا النسوان الله يساعدنا ما كمان بقول سيشرب رباعيات حلوين كتير وكمان بأستراليا الوحيد وعميد الأدب المهجري اللي ثار على الشويعر اليوم كل واحد يوقف على المنبر صار شاعر بيطلع فيسبوك صار أديب الشعراء يلقبون نفسهم بالأدباء والشعراء وهم شويعرين وما بعرف إذا اسمهم أدباء
وصفهم بالجهلاء. أما الشعر فكان ولا يزال عبق السحر، حريري الملمس، سجي المسمع، عطر الكلمة، يحور ليل غربتي ضحى بهيل الأفق عند سماعه، ويغمرني انتشاء روحي عذب حين أكتشف رحيك أبياته. إنه حقا الشجرة الضليلة الوارفة في غربتنا، وله دوما في قلبي مصطبح محبة ومغتبق تبجيل. إنه أريج الياسمين الذي يلامس الروح ليحلق إبداعاً كنسمة ربيع فواحة، لامست الجميع بأطراف عطرها الفواح، وأزهرت لطفاً وأدباً وشعراً. إنه الروض الذي أزهر ورداً يبسم للحب ويرنم للعاشقين. شرب البعيني عطول، ما بعرف ليش بفكر بالموت مع أنه غلط، ودع الأرض وقال بخاطركم عم قولها وقلبي حزين، يا أرض دمع ودم سقيوها، سوري، يا أرض دمع ودم سقيوا ترابها، يا نجمة الصبح وأمل المهاجرين، يا بيوت بزنودي رفعت عتابها. لقد تحدث عن الله نقطة زيت، وخاطب الرب بلغة المزامير، وخاطب الرب بطريقة، يعني تعرفوا نحن بس نخاطب رب الإله ما منخاطبه دايركت، بخاطبه طريقة يعني متوسل مترجى، بس الشرب اللي بعينك لغة شاعر تحكي مع الله دايركت، وقال له خلص هالأرض. إنه الله نقطة زيت ديوان من نوع آخر للشاعر الذي اكتشف رحيق الشعر، ودغدغ أريج الحرف، ونهل من عبير القافية، وأزهر دواوين شعرية قيمة أغلت المكتبات وتأرجحت على خدود الورد لتناجي الحب وتداعب العشق والذي ناجى فيه الخالق بشكل مباشر. تركني وحدي امشي بدربك، الدرب اللي بتوصلني لحبك، كتروا رجالك لكن قالوا وقت اللي مشوا مراحل صلبك. مما منعرف عبلة، عبلة طبعا جولييت بالعربي، كمان عبلة المرأة التي تغنى بها البعيني بأبيات جميلة ورقيقة، ورنم لها أبيات حب تنساب في حنايا الروح لتنشد عشقا وهياما. كمان ناجى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال، والإنجيل بلغة المزامير، يعني حكي مع الإمام علي بلغة الإنجيل المقدس، لغة الكتاب، وكان مراده التقرب إليه بلغة السلام والقداسة. دينك ديني، دين الحب، الحب اللي بيجمع أكوان، ما بيظلم مخلوق الرب، اللي بيظلم هو الشيطان. شو الإنجيل وشو القرآن؟ كتب نزلت كرمالي، فسرت قلت الديان واحد تريح بالي. اشتقنا والبعين يشتاق في كل ثانية للبنان، إلى تراب مجدية وهوائها وبيبكي. أنا حضرته كذا مرة وحكي عن الجندي، عن الجندي بالجيش، الجندي المجروح اللي بكى الناس بنهر البارد، ما بدي فوت سياسي، عم نحكي عن الجندي اللي دافع عن وطنه. عندما خاطب أمه، يعني الجندي عم بيخاطب أمه من المتراس وبيقول لها يمي إذا رح موت بتزيني البيوت وبترفعي الأرزي، عتبة بوابك بموتي أنا اعتزي، لا تبيني مصابك، ما تبيني مصابك. هوني بحفلة كنا عاملين للجيش، لقيتيني الجيش كنا عم نلم مصاري للجيش، إيه ده شرب البعيني قصيدة حلوة كتير، وعم موقع الأستاذ بعيني فيكم تشوفوها. تغنى بأستاذ وديع الصافي، يا بلبل الوديان يا زارع الأوطان عشفاف كل إنسان. تغنى بالصبوحة وكانت له مكانة خاصة عند البعيني، غابت صباح وشعرنا جاي يدلق بكي على صفحة حكايي،
بالحنجرة حملت شعب وبلاد الله عطاها القوف توصالي. عاتب الشاعر سعيد عقل بألم بنرفزة بعتب وقال له نهز العرش والطاير التيجان، وقال له المجد ما بينزوي بتابوت، سعيد عقل بينسمع لبنان ولبنان مثل المجد ما بيموت. بيروت نحن ألفنا أغنية بيروت أطلقتها من الصالون أنا وأستاذ بعيني، أكيد الشاعر شاب بعيني والموسيقار مجدي فؤاد بولس، لاعب تشيلو مع سيدة أم كلثوم والمغني إسماعيل فاضل من العراق. بيروت إلى مكانة خاصة عند أستاذ بعيني وبيقول لها يا غزيل يا أبو الهيبة يا بيروت الطيبة، من يوم اللي حبيتك قلبي رجع له الصبا. تألقت بيروت في بداية أوزان، الديوان اسمه أوزان وعلى الغلاف، وكانت عروس حلوة كتير. بيروت يا بيروت لا تترددي، قولي أحبك قولي أحبك كي يعانقني غدي، كل المدائن ضيعت عنوانها إلاك يا بيروت يا بيروت يا وشم اليدي. كمان بغداد غزل فيها عالم الحب وجمال لبغداد، بغداد يا بغداد وأنت حبيبتي لا تخجلي، منذ وجودي قلبت يا بغداد لي، اسمي على شفتي الصباح كتبته ابن العراق أنا لا تسألي. أما مصر كمان تغنى بمصر تغنى بكل الدول العربية شي حلو كتير، ما رح فيني فوت فيهم كلهم سوا. يا مصر أنت الأم يا أمي اسمعي، من كثرة الأشواق ضاقت أضلعي، ما كل هذا النيل نهر واحد، فلقد وهبت النيل مجرى أدمعي، لو باحت الأهرام بالحب النقي لعلمت أن القلب لم يرحل معي. كمان أستاذ بعيني إنسوبيكلوبيدا بحد ذاته ما بقدر تفوت فيهم كلهم سوا، تحدث عن الحب وعن الشعر وعن الطفولة والغزل، وإن شاء الله بمواقف تانية بنقدر نزيد طولنا الحكي عليكم. بس بدي أختم بشي حلو لأستاذ بعيني وبدي أقول له شغلة صغيرة عن زغول دامور. كنا عاملين له تكريم وقت توفى أو تقبيل متوفى، كتير زعل عليه وقال له ما دمت أنت الوزن والشعر لا لست أرضى بالكلام المرتجل، زغلولنا لم يأتي مثلك مبدع، غنيت شعرا قد يغنيه الأزل. جوزيف قل لي كيف يأتيك الفنا والمجد أنت وأنت زغلول الزجل. تغنى بعازف تشيلو مجدي فؤاد بولس، قيمة فنية كبيرة وأنام المسية، مجدي عظيم الفن وافرحي يا مصر غني اليوم وانشرحي، كلثوم جاءته كأغنية تلحينها خمر بلا قدح. وتغنى كمان بالموسيقار الكبير عازف تشيلو استاذ مجدي الحسيني. ضل واقفة هون ساعات وساعات احكي عن استاذ بعيني ما بخلص، بس ما قادرة الا ما اختم بالاعتذار طولت عليكم. اختم وبقول هنيئا لشاعر مخضرم وجليل اعطى الادب والشعر والثقافة زهوا جديدا، هنيئا لشاعر غرد للحب وأغنى الأدب المهجري بلوحات تراثية تألقت من وهج شعره وتهادت تراتيل صلاة ترنم للرب وتنقلنا إلى عالمه. إنه الشاعر والفارس المتمرد الذي ثار على تدني الوزن والحرف والكلمة والأدب والشعر والمعنى، وكان لها الحارس الأمين في الغربة الموحشة والحزينة، وزنرها بقوة الحرف وكللها بالمجد ليرعاها الحب كندى الربيع الذي سبق الحارس إلى البيادر ليعانق مواسم الحصاد قبل قطافها، وكالشتاء الصاخب والغدير الذي يؤنب الزرع
ليلمع نوره مجددا عند شروق الشمس مكللا بمجد الرب الذي يرعاه دوما. انه لبعيني ابن مجدية. تهاني لأهل مجدية وأهلا وسهلا فيكم. مبروك استاذ شربل وإن شاء الله على تقدم دائما وعلى غزارة إنتاج. Thank you very much. شكرا دكتورة بهية. البير جان إذا بتريد تشاركنا. ممثل راعي الاحتفال سعادة السفير تتفضلوا تشاركوا دكتور بهية بتوزيع مع النقيب. أكيد نقيب شعراء الزجل تفضل. رح نوزع شهادية التكريم تباعا على المحتفى بهم والمكرمين من جمعية إنماء الشعر والتراث بأستراليا. أبو حمد كمان من سامة أستاذ مارتن أبو حمد. الشاعر الأستاذ أنطوان السعدي رئيس جوهرة المسرح يتفضل. مدى تاني احنا عايزين نخلص فيه.
الاستاذ سامي حداد. تتصور مع الدكتورة بهية و
ممثل على الأخبارية والضيوف المكرمين. شكرا لحضوركم جميعا. دكتورة مريم أمل اللي دائما نشوفه أقله مش بس على سبيل الشعر والتراث والأدب والفكر، بس على سبيل هالجمعات واللقاءات الحلوة اللي نادرا عم تتكرر كثير اللي تجمع نخبة الوجوه. شكرا لكم. بعد الصورة الجماعية أكيد كنا سوا. متفضل على الكوكتيل.